السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبائي في الله، كيف الحال؟ أتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. جئتكم اليوم بوصفة جديدة إن شاء الله بمناسبة شهر رمضان، وهي عبارة عن بريوات معمورين بالحوت. بدأوا على بركة الله في تقديم المقادير. بالنسبة للمقادير عندنا غادي نحتاجو هنايا الحوت الأبيض كما كتشاهدوا معايا، عندي هنا حوت أبيض وعندي واحد شوية السلمون شوية شوية. هنايا عندي فواكه البحر مخلطين، شوية كالامار شوية كروفات شوية بلح البحر، هادو كنشدهم بحال هكا مخلطين. غادي نحتاجو الفطر الشامبينيون، بالنسبة لي أنا عندي الفطر فري، اللي ما عندكمش ممكن ديرو ديال البواطا ماشي مشكل. غادي نحتاجو معاهم الشعرية الصينية، بعد ما شديتها وخويت عليها الماء سخون لمدة 5 دقائق كتشدها، كتسخن الماء مزيان كتخوي عليها 5 دقائق كتحيدها كتصفيها وكتقطعها على هذا الشكل هذا. بالنسبه للعطريه الاخوان غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال البابريكا تحميره، فلفل احمر الحلو، غادي نحتاجو واحد شويه ديال تقريبا نص معلقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم، معلقه صغيره ديال الكمون، واحد شويه ديال الثومه حبوب او سمون. بالنسبه للملح حيت غنديروا ليه الصوص غادي نحتاجو غير واحد شويه الملح على حسب الذوق. غادي نحتاجو القزبر اليابس واحد المعلقه صغيره حيت كيعطي واحد اللذه زوينه للحوت، نص معلقه صغيره ولا رص معلقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود. وبالنسبه لي انا كما ديما كنرافق معاهم الاعشاب المنسمه. غادي نحتاجو معلقه ديال القزبر ومعلقه ديال المعدنوس، معلقه كبيره ديال القزبر ومعلقه كبيره ديال المعدنوس. عندنا هنايا تقريبا شي جوج دروز ديال الثومه، انا ديجا الثومه عندي ديجا مقادها. وهنا غادي نحتاجو الحامض المصير اللي كنت ديجا دوزتو معاكم في واحد السلسله، يعني كنصوبو في الدار كنقطعو مرصوات صغيرين. عندنا واحد مقدار ديال زيت العود او زيت الماء زيت الزيتون عفوا. وبالنسبه للصوص غادي نحتاجو صوص الصوزا او الصويا، وعندي هنا الصوص ديال البواسون صوص ديال الحوت، يعني كيعطي واحد النكهه زوينه بالنسبه للحوت ديالنا. هادو هما المقادير اخوه الاخوات، غادي ندوزو باش ندوزو معكم طريقه التحضير. اخوان كما كتشاهدوا معايا في المقلاه شعلنا عليها النار، غادي نضيفو القليل من زيت العود او زيت الزيتون عفوا، كاس في البلاد زيت العود. بطبيعة الحال غنضيفو معاهم واحد شوية زيت المائدة، نكتفيو بهذا القدر. غادي نضيفو عليهم الثوم ديالنا الاخوان، وغادي نضيف عليهم هاد التومة حبوب. خوان بعد ما تحمرت لنا التومة ديالنا غنضيفو عليها الشامبينيون. بالنسبة لي أنا عندي هذا الطازج، سينو استعملو ديال البواط بحال بحال. من بعد الاخوان غادي نضيفوا عليهم فواكه البحر ديالنا. الاخوان من بعد ضفنا عليهم فواكه البحر ديالنا، اوبس، على هذا الشكل هذا، ونخلوهم في نار تكون مهيله يطيبوا على خاطرهم. من بعد الاخوان غادي نضيفوا عليهم العطريه ديالنا لي زيت بيس ديالنا كاملين، خلينا تقريبا شي 2 دقائق حتى 3 دقائق مع الشامبينيون. ابخي غنضيف عليهم العطريه ديالنا، نحاول كل عطريه مع بعضياتهم باش ندمجو المكونات. اخوان
بعد ما طاب لنا الحوت ديالنا غادي نضيفوا عليه الزبور ديالنا مع المعدنوس. غادي نضيفوا عليه الحامض مصير اللي درنا. غادي نحركوا المكونات مع بعضياتهم. تمجدنا هاد المكونات اللي درنا دابا مع الحوت، ومن بعد نطفو على البوطة ديالنا حيتاش الحوت ديالنا راه ديجا طاب كما كتشاهدو معايا الإخوة الأخوات. دابا نطفو عليه البوطة، غادي نضيفو عليه واحد الملعقة ديال صوص الصوجة، ملعقة صغيرة، ملعقة ديال صوص الصوجة. نضيف عليه نص ملعقه، يعني ملعقه صغيره ما عمرش بزاف، ديال الصوص ديال البواسون. هذا كيعطي واحد المذاق زين. عفوا، كما كتشاهدوا معايا الاخوان على هذا القدر، هذا كتكون هاد الصوص مجهده. بعد الاخوان غادي نحركوا المكونات، وفي طبيعه الحال العافيه راه طافي عليها كما كتشاهدوا معنا احبائي في الله. غادي نضيفوا الفيرميسيل ديالنا والشعريه الصينيه. نكتفي بهذا القدر، نشوفوا نحاولوا نجيو المكونات كاملين مع بعضياتهم. نعاود نضيف النص الاخر اللي بقى ليا. نحاول نجيو المكونات كاملين مع بعضياتهم احبائي في الله على هذا الشكل. هذا ريحه يا سلام. وفي الاخير الاخوان غنضيفوا الحوت ديالنا. الحوت بالنسبه للحوت الاخوان انا درت واش ديت واحد الكاسرونه درت فيها الماء سخون تغلى الماء مزيان، وضفت فيها هذا الحوت ديالي الابيض لمده 2 دقائق تقريبا وانا نحيدو، يعني ما كيبغيش يتسلق بزاف. غادي نضيفوا المكونات ديالنا، غادي نحركوا الكل على هذا الشكل الاخوان، ونستمروا على هذا الشكل حتى يتخلطوا لنا المكونات ديالنا كاملين. اخوان كما كتشاهدوا معايا هذه هي الحشوه اللي كنحصلوا عليها في الاخير، كتجينا على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معايا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وغادي نمشيو دابا باش نحضروها معكم في الوريقه ديال البسطيله. اوكي ما تزابيوش خليكم معنا. اخوان كيف ما كتشاهدوا معنا وصلنا للمرحله ديال الحشوه باش نعمروا السيكار ديالنا. كنديروهم على هذا الشكل هذا، كنحاولوا نزيروهم واحد شويه. كما كتشاهدوا معنا هذا هو الشكل ديالهم، ممكن ديروهم على شكل بريوات، ممكن ديروهم على شكل سيجار. هذه جا درناهم على شكل بريوة كيجيو على هذا الشكل هذا. بالنسبة للورقة اللي خدمنا بها خدمنا بهاد الورقة ديال الروز، هما فرج عندنا الخرى العادية اضطرينا باش نخدمو بهادي. اخوان بالنسبة للطريقة ديالها هو اننا كنشدوها كنديروها في الماء، الماء يكون دافي واحد شوية، وميم طو كنعاونو بهاد الزيف هذا، كنديرو واحد الزيف كنديرو فيه الماء، حيت شي دغيا كتنشف لينا. كنديروها في سطح العمل على هذا الشكل هذا بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يخدموا بها. تنديروا فيها الحشوه ديالنا،
ثلاث نوع في الجناب هما الاولين، ومن بعد كندوروها كنروليوها، نحاولو نزيرها واحد شويه تجينا الحشوه مجموعه، ما نزيروش عليها بزاف حيت دغيا كتقطع. هذا هو الشكل اللي كتجينا على هذا الشكل. هذا شدو العجينة ديالنا كنتنيوها على جوج، بعد منو كنحيدوها من الماء، كنهزو الحشوة ديالنا صافي بون على حساب الحشوة اللي بغينا نديرو. كنشدو هاد الواجهة هادي كنتنيوها كنجيبوها لهنايا، كنعاودو نهزوها كنعاودو نقلبوها ونمشي نقلبوها لهاد الجهة هادي، من بعد كنهزو هاد الواجهة هادي كنحطوها على هاد الشكل. هذا البريوة ديالنا ها هي واجدة كتجي على هاد الشكل الإخوان. نستمر على هاد الوضعية هادي تنكملو البريوات ديالنا كاملين، درنا السيجار ودرنا البريوات. اوكي الاخوان اعانكم الله. اخوان السلام عليكم، كما كتشاهدوا معنا هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا وديال المحنشات ديالنا، كيجيو على هذا الشكل. هذا بعد ما دخلتهم الفران، انا راه دخلتهم الفران شديتهم دهنتهم درتهم في لاطا دهنتهم بشويه الزبده وانا ندخلهم الفران وكيجونا على هذا الشكل. هنا هنا عندي جوج الانواع ديال الورقه، عندي الورقه ديال الارز كما كتشاهدوا معايا، وعندي الورقه العاديه. الورقه العاديه ما كانش عندي فيها بزاف، درت لكم على حساب هادشي اللي عندي، كتجي على هذا الشكل هذا الاخوان. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، كما كتشاهدوا معنا راه كتجي مقرقشه، كتشاهدوا معايا الصوت كتجي ناشفه، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي عامره من الداخل. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم اخوان اخوات، شكرا على التتبع ديالكم، وفي وصفة قادمة إن شاء الله.